نشارككم اليوم مراسم انطلاق الرحالة القطري عبر دراجته النارية بجولة سياحية جديدة والموسومة مسار الهضاب، وستمتد إلى غاية 18 نوفمبر 2024 حيث تنتهي بولاية ألواد. سيشاركون فيها فعاليات المهرجان الدولي السادس للسياحة الصحراوية الذي ستحتضنها هذه الولاية من 14 إلى 17 نوفمبر القادم. كما سيكون السيد خالد الجابر على موعد مع تجسيد مسار ثاني عبر الطائرة بعد استكماله لمسار الهضاب ليشمل ولاية طمن راست وتندوف. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالأخ العزيز الرحال القطري خالد الجابر الذي يعود مرة أخرى إلى بلده الثاني الجزائر وبين أخوانه الجزائريين في رحلة يجوب خلالها ربوع الجزائر من جديد، بعدما كان جال ولنحو 4 أشهر 36 ولاية في رحلته الأولى التي أطلق عليها اسم الصعود إلى طاسيلي. إن هذه الرحلة والمغامرة الجديدة تحمل في طياتها معاني الأخوة والسلام والتواصل الدائم بين الشعبين الشقيقين والبلدين، وهي عربون أخوة وحب بين الشعبين وجسر لتعميق الروابط وتجسيد لمعاني الإنسانية والسلام بين الأشقاء وشعوب العالم. نعود إليكم اليوم من جديد في رحلة جديدة لا تخلو من المغامرة والشغف واستكشاف الطبيعة والآثار والحمامات المعدنية أطلقت عليها مسار الهضاب، وهي جولة على معظم ولايات الهضاب العليا بالدراجة النارية كالمعتاد. أتمنى من خلال هذه الجولة أن نحقق بمعية وزارة السياحة والشركاء والمتعاونين والداعمين ودراجي الجزائر نتائج إيجابية في ازدهار سياحة المغامرة والسياحة الحموية والصحراوية بشكل مكثف.